يقرأ الجن والملائكة عندما يكون لوحدهم، وأعينهم تلقي ضوء. يقرأ الجن والملائكة عندما يكون لوحدهم، وأعينهم تلقي ضوء أحمر. لا يحتاجون إلى نظارة، بصرهم كالحديد، بصرهم كالحديد. يفهمون الصور، الإضاءة الحمراء تخرج من عيونهم. إذا زاغ البصر ذهبت الصورة. يركزون، يركزون، يقربون ويبعدون من ما يقرؤونه. طبعا الإنس ماسك، لا يحتاجون إلى نظارة، عندما يكون لوحدهم، وأعينهم تلقي ضوء أحمر. يقرأ الجن والملائكة عندما يكون لوحدهم، يقرأ الجن والملائكة يقرأ الجن والملائكة عندما يكون لوحدهم، وأعينهم تلقي ضوء أحمر. لا يحتاجون إلى نظارة، بصرهم كالحديد، بصرهم كالحديد. يفهمون الصور، ويفهمون الرموز، هنا صورة A، صورة B، صورة C، ويفهمون
يحصل عندهم خلل مثل هذا في الإذاعة الحمراء، تخرج من عيونهم. إذا زاغ البصر ذهبت الصورة، يركزون يقربون ويبعدون من ما يقرؤونه. طبعا الإنسي ماسك الكتابة، هو في الضوء وهم بالضوء الأحمر، يقرؤون مع الإنسي، يحب التعلم. فإذا الإنسي تكلم سمعوه، ينتظرون الكلام. أحيانا الإنسي يراجع، يقول إيروي، يقول البي بريثينج، يعرفوا أنه البي بريثينج، وهم يعني حتى لو كانوا ما يعرفوا إنجليزي يسمعوا الناس يقولوا بريثينج هيلب هي نيدز بريثينج، فيعرفوا يعني من الأشياء اللي يشوفوها يعرفوا. والسي لا تتضح لهم، سيركليشن. الإنسي أو الإنسان سواء هو يدرس، يعني مثلا مع المدرس يكون عرض حاجة قال سيركليشن، قال اي بي سي، خلاص عرفوا اي بي سي. لكن الإنس يحتفظ بها اي بي سي، يعني يسألوه في الاختبار ايش اي بي سي، خلاص يعرف airway breathing circulation. يذهب الجني ويتكلم مع الملك، يتكلم في البيت ويراجع، يحطوا اكس اي بي سي، اكس يعني شيء اسمه اي بي سي، صار اربع حروف. الاربع حروف يديهم 24 مجال، يعني كأنه في خزنة لها أربعة حروف. الإكس انطقوه يصير يقولوا أبكش، هذه خزنة أبكش. إذا أخذوا حرف قالوا أش بش كش. طبعا هم يعرفوا السي هي تنطق ك، متعلمين مع مسألة السي بعدها آي، يعني هنا السي طالما ما بعدها آي يعتبروها كي. هم من يبسطوا القواعد لنفسهم. من يعلم الجن الملائكة القواعد؟ مثلا قواعد اللغة سواء عربية أو إنجليزية، الملائكة تعلم الجن، يعني المعلم ملك، يعني المدارس والجامعات وكذا والترقي في التعليم للجن عن طريق الملائكة. الجن المتعلمين من الملائكة يا أما يروحوا للسحرة كما يروحوا للصالحين. انتهت 5 دقائق. يقرأ الجن والملائكة